يا رب العالمين. طيب معانا على الهاتف ناقدنا الرياضي كريم سعيد. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا كابتن ايمن، وصباح الخير لكل الضيوف الكرام، وصباح الخير لكل مشاهدي قناتنا. ايه رايك في اللي حصل النهارده ومسلسل خطايا التحكيم المستمر؟ وطبعا كنت اتمنى طبعا الكوره لا تتحول لكوره جدليه، لان الكوره واضحه، الكوره من الكاميرا الجانبيه واضحه جدا جدا ان الكوره تعدي بكامل محيطها خط المرمى، واعتقد كمان لو كانت الكاميرا يعني عليا او راسيه زي ما بنشوف في الدوري كان هيتم التاكد ان الكوره خلاص فعلا هدف صحيح. وكنت اتمنى حتى اتمنى من حكم الفار والكابتن ابراهيم نور الدين ان هم ياخدوا وقت اكثر من 20 ثانيه اللي انا شفتهم. انا اعتقد يعني لو حسبت المده الزمنيه كابتن ابراهيم نور الدين والكابتن اعتقد اسمه محمود بسيوني خدوها عشان يحكموا القرار لما كلموا بعض ايربيز، اعتقد ما عدتش ال 20 ثانيه. اعتقد كان في بعض الحالات الاخرى اللي مش واضحه اكتر من دي كانت بتاخد اعتقد 3 و4 او 5 دقائق. فكنت اتمنى ان الكابتن ابراهيم نور الدين حتى يقول له طب انا محتاج اشوفها عشان اتاكد اكتر، لان ده فعلا طبعا احنا عارفين ده المباريات الاخيره هي مباريات جهد موسم. حتى سمع كابتن شاطر ان لازم الحكام ياخدوا وقتهم عشان يدوا العدل، اهم حاجه ان العدل هو اللي يكون موجود في القرارات. اي العدل رايح لمين مش مهم، بس المهم انت تاخد القرارات العادله. ولكن في كل الاحوال اللي حصل حصل، وقدر الله ما شاء فعل. انا متفق جدا جدا مع الكابتن اسامه عرابي، انا سمعته وهو بيتكلم في الجزئيه بتاعه الثلاث مباريات الاهلاويين، حتى طبعا كان بكل واقعيه امال وحظوظ النادي الاهلي في لقب الدوري قلت كتير، برضه بنتكلم في 90% نادي الزمالك 10% النادي الاهلي. ولكن الثلاث مباريات الجايين ما لهمش علاقه بحته حسم الدوري او لا، احنا بنتكلم على سيستم نادي، على سيستم لعيبه، سيستم جهاز فني، ان احنا دايما بنلعب عشان نصحح اخطائنا، بنلعب عشان نبص زي ما احنا عندنا يعني معترضات كتيره جايه، عندنا كاس سوبر افريقيا، عندنا كاس مصر، عندنا بدايه دوري ابطال افريقيا، عندنا كاس العالم للانديه. كل البطولات دي ربما تبدا من الثلاث مباريات الباقيين في الموسم ده، عشان هم دول اللي يوروا الجمهور ان الفريق ماشي على سيستم واحد. ان شاء الله حتى لو ربنا سبحانه وتعالى ما وفقش بطوله مفيش مشكله، في بطولات كتيرة جاية أكيد جمهور الأهلي ومنظومة النادي الأهلي كلها مهتمة إن شاء الله على الفكرة دي بإذن الله رب العالمين. كريم، يمكن الموسم كان صعب جدا 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 على النادي الأهلي، تعرض النادي الأهلي فيها لكل الضغوط التي تعيق مسيرته، ولكن الحمد لله موسم من أنجح المواسم اللي مرت على النادي الأهلي. طبعا يا كابتن أيمن خلينا نتكلم بصراحة إن بيتو موسيماني نفسه لما جه يتعين مدير فني النادي الاهلي هو جه يعني جه في وقت صعب جدا، وانقاذا للموقف اللي حطينا فيه سيدني فاينر لما خد قرار الرحيل قبل سيدني فاينر دوري الابطال قبل اللي فات. ايوه. موسمين اصلا بدايته ما كانتش بدايه طبيعيه، بس ما تعاقدش مع مدير فني في الصيف بياخد فتره الاعداد بتاعته بيختار القائمه بتاعته، لا كل الامور دي ما كانتش متوفره في موسمين. كمان الراجل لما اشتغل الموسم الاول دخل عليه الموسم الثاني على طول، وطبعا الموسم الثاني بقى كان فعلا غريب جدا، انك بتتكلم على موسم متلاحم وظروف كورونا وتوقفات دوليه وتاكيد مباريات وامنيات، بعد كده عندنا تذكره امم، تذكره مونديال جايه، فكل الامور دي انا شايف ان احنا لعبنا في ظروف صعبه جدا 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 من جميع النواحي. ولكن لغايه دلوقتي وجهه نظري ان احنا محققين الحمد لله ما يقرب من 70% من التارجت او من الاهداف المحطوطه. واعتقد حته ان احنا يعني كنا نقول نكسب 2 تشامبيونز ليج ورا بعض، ده اعتقد امل كبير كنا بنتمناه. وكمان انا على مستوى الشخصي اتمنى باذن الله باذن الله الناس تبقى شايفه ان تحقيق لقب دوري ابطال افريقيا الموسم الثالث على التوالي ده حلم احنا دايما بنحلم بيه. احنا كان كنا مره هنعمله في سنه 2007، لكن ربنا سبحانه وتعالى ساعتها ما وفقش لما اتغلبنا من نجم الساحل. فاحنا ان شاء الله السنه الجايه وانا شايف في اخطاء طبعا عندنا، واحنا دايما منظومه الاهلي بتلوم نفسها قبل اي شيء، ولكن الجيل ده والمجموعه اللي شغاله دلوقتي لهم بصراحه من الرصيد عن الجمهور، وعندنا كمحللين ومحققات بالشغل والفتره والانجازات اللي عملوها خلال الفتره. صحيح كريم، وشكرا جزيلا لزميلنا العزيز كريم سعيد.